السلام عليكم. اولا معكم ساميه، الاصل من مدينه اسفي. بمناسبه اليوم عيد الحب، جيت نشارك معكم القصه ديالي اللي كنتمنى تكون فيها عبره للناس والدراري والشباب. كنت عذر اليوم لعدم وجود الزوج ديالي لظروف مهنيه. صراحه كنتمنى تعجبكم القصه ديالي لان قصه مشوقه ومزونه بزاف. اول حاجه تعرفت على الزوج ديالي عبر الفيسبوك. انا اللي صيفط لي لانفيتاسيون الاوليه، صيفط لي انفيتاسيون، وصراحه هو ما طقشي، يعني كيقول لي واش نتينا اللي في الفوتو. كنقول له انا، واخا هكاك قال لي ضروري خاصني نعمل معك ابل فيديو. المهم عملنا ابل فيديو بحال كاع لي كوبل وداكشي، وطاق وخا بقى فيه شويه الشك. المهم صراحة أنا عجبني بزاف. صراحة أنا كنصح أي بنت تأجوتي أي واحد عجبها، حيت صراحة ما كاينش ديك قضية ديال لا حشومة ولا لا أنا ما نرضاش ولا لا، يعني كان صراحة هادشي أنا ما فكرتش فيه، عجبني درت لي أجوتي بوان فينال. وصراحة ودابا عندنا بنيسة عندها عامين وثلاث شهور، يعني 5 سنين الزواج زائد 7 سنين المعرفة. 7 سنين حنا كنعرفو بعضياتنا وخمس سنين الزواج. شنو نقول لكم، صراحة أحسن حاجة وقعت في حياتي هي الزوج ديالي، الله يخليه ليا يا ربي. كيف ما قلت لكم، دامت فترة ديالنا تعارف شي عام هيداك ما بين الخطوبة والتعارف، أجي عندي أجي عندك أجي عندي، وخا أنا اللي كنت كنجي أكثر. مدينة تطوان اللي صراحة الناس ديالها غزلان، صراحة مدينة غزالة، والعائلة ديال الراجل ديالي رحبوا بيا ما مرة ما جوج. صراحة يعني العجوزات المغربية تنقولوا زعما كما يقولوا العجيزات، كاين الناس مزيانين. صراحة أنا العجوزة ديالي معاونني في البنت ديالي كيف ما الراجل ديالي معاونني، حيت الخدمة ديالي شوية صعيبة كموديل. بعض المرات كنبقى في الشوتينغ حتى الليل، بعض المرات كنسافر، يعني كيوقفوا معايا، يعني عمري ما ننسى الخير ديالهم، عائلة الزوج ديالي. وهذا مكان شنو نقول لكم، صراحه انا ما عملتش شي حفله العرس، حيت العرس ما كانش اصلا شي حاجه عندي مهمه. انا اهم حاجه عندي هي الزوج ديالي، كيفاش كيتعامل معايا، كيفاش حنايا عايشين مع بعضياتنا، صافي هادشي اللي كيهمني. ما كيهمنيش العرس نهائيا، عملنا حفله صغيره غير باش يعني نشهروا الزواج ديالنا وصافي. هادشي مكان. وصراحه كنتمنى اي بنت اللي فشت شي علاقه اولا ما لقاتش الحب في شي بلاصه ما تفقديش الامل مره 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 مره، طالما النيه ديالك مزيانه وطالما انتيا الداخل ديالك مزيانه، تقلبي على الحب، قلبي عليه قد ما طال الزمان، 70 سنه 80 سنه وتعيشي غير عام واحد مع داك اللي كتبغيه، راه شي حاجه رائعه جدا. والله العظيم كنقول لكم، كنحكي لكم قصه ديالي من كل قلبي. واخا صراحه انا في الاول الزواج ديالي بدينا من الزيرو، اول حاجه اللي ما تقبلهاش بزاف الناس من العائله ديالي، اول حاجه لقيت صعوبات باش تقبلوا الزواج ديالي لان بدينا من الزيرو. انتم كتعرفوا اي عائله كتبغي البنت يكون راجل يعني خدام بالدار بكل شيء واجد، انا العائله ديالي في الاول ما تقبلتش، بحق دابا الحمد لله فاش عرفت انا راجل ديالي راجل معايا، راجل ونص يعني وقف معايا ساندني، دخل الدومين ديال الموديل وتقبلني، قال لي يعني انا تقبلت الخدمه ديالك مادام هادشي اللي عاجبك الا وتا انا موافق عليه، وشجعني لدرجه انني دابا عندي متابعين في باجي على انستغرام، كنعمل لي بيبليسيتي، كنعمل يعني بزاف الحوايج. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني بغيو بعضياتكم قدر الامكان. وصراحه كنتمنى القصه ديالي تاخذوا منها عبره انه ما يمكنش تقولي لا انا ما نقولش له كنبغيك، او لا خص ضروري يكون خدام وبدارو واجد عاد نتزوجوا، يعني المهم بزاف الحوايج خصكم تاخذوهم من هذه القصه. انا صيفطت راجل انفيتاسيون، انني انا اللي جيت لعنده اول مره، انا اللي جيت لعنده، وصراحه ما كانش عندي نهائي المشكل، كنت فخوره جدا وكنت تحديت العالم، تحديت عائلتي، تحديت كل شيء، لدرجه ان اليوم هاني قدامكم الحمد لله في موديل واصله في مدينه تطوان وطنجه، يعني وصلت فضل دعوه الوالدين ديالي وتزوجت، هو دعوه تاعو مهمه وريضه ديالو مهم جدا، وهادشي المكان. وصراحه كنتمنى
عيد حب سعيد لجميع المغاربة، بغيو بعضياتكم. وحنا أصلا الحب راه ما كيقتصرش على أوتاني على الزوج، راه كاين الأم الأب الإخوة الأبناء الجدة العمة الخالة، أي واحد بغيو بعضياتكم قدر الإمكان، حيت الدنيا قصيرة والله العظيم. وبهذه المناسبة الزوج ديالي كيوجه تحية لمتابعين شوف تيفي، وكيعتذر بزاف حيت ما قدرش يكون معنا اليوم، وحتى هو كيوجه تحيه لجميع الرجال كيقول لكم بغيو بعضياتكم وكاين الحب. وخا نتينا بادي من الزيرو تزوج باللي كتبغيها، راه والله ملي كتزوجوا كتبداو من الزيرو والله كيكمل عليكم على حساب كل النيه ديال كل واحد فيكم. يعني بغيو بعضياتكم كيوجه لكم تحيه كبيره. انا ريما الاخت سيد ناجي جلد سمية عوفير، بهذه المناسبه انا جيت كنوب عليه وبغيت نعطي رايي في العلاقه ديالهم الزوجيه. في الاول كانت مطروحه مساله الاختلاف، اذا بغينا نقولوا اختلاف التقاليد السفيويه والتقاليد التطاونيه، وانما هذا الاختلاف ما كيشكلش عائق او مشكل بالنسبه للعلاقه الزوجيه ديالهم ولا بالنسبه للعائله ديالنا، فعلى راسنا وعيننا الاختلاف بكل فرح، ماشي وانا اللوسه ديالها وماشي كل لوسه سوسه. وكنشجعوها، هي دابا عندها مسار موديل وكتعمل اعلانات تبارك الله عليها، موفقه وحققت قاعده جماهيريه في تطوان، والزوج ديالها كيشجعها وحنا عائلته اللي عندها هنايا والعائله ديالها كنشجعوها، كنتمنوا لها كل التوفيق وربي يخليهم بعطياتهم ويزيد في المحبه.